عادل مجديش الذي عرفته كأستاذ في المعهد العالي للفن المسرحي طيلة سنوات دراستي بالمعهد، وأيضا كصديق، وكنا على تواصل إلى وقت غير بعيد. وفنان عادل مجديش كان له الأثر العميق في مسيرتي الفنية، وأيضا على المستوى الشخصي يعني كان عنده حضور كبير، تغمده الله برحمته الواسعة، وإن شاء الله ربي يصبرنا في فقدانه. أرحب مجددا بجميع الحضور وبكل من يتابع هذا اللقاء عن بعد. ننطلق إذن في الجزء الثاني من هذه الندوة التي نتطارح من خلالها إشكاليات العلاقة بين الخطاب والممارسة في الفنون. وأستسمحكم قبل إفساح المجال للأساتذة الأفاضل المتدخلين في هذه الحصة أن أتوجه بالشكر لكافة الزملاء في قسم الفنون للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون على الاختيار القيم لموضوع هذه الندوة، باعتبار الأهمية البالغة للعلاقة العضوية القائمة بين الخطاب والممارسة في الفنون، والدور الذي تلعبه هذه العلاقة في إثراء مقارباتنا للأثر الفني بجميع أشكاله، سواء منها النظرية أو العملية، ومساهمتها في تشكيل الجماليات والتقنيات التي من شأنها تطوير الروح الإبداعية والقدرات الفنية للممارسين في مختلف الاختصاصات كالموسيقى والفنون البصرية والمسرح والرقص والسينما وغيرها من مجالات العمل الفني. هذا بالإضافة طبعاً لما تثيره دراستنا لهذه العلاقة الجدلية بين الخطاب والممارسة في الفنون من تساؤلات، وقدرتها على توضيح واختزال مسائل جوهرية فيما يتعلق بالبحث العلمي أو بالنقد الفني. ونحن نعلم جميعاً حاجتنا الماسة اليوم إلى مزيد الاهتمام بهذه المباحث التي يبقى حضورها في المشهد الفني التونسي للأسف محدوداً، خاصة بالنظر للزخم الكبير الذي تعرفه الممارسة الفنية في بلادنا، بالرغم من كل العوائق التي تعترضها، وبالرغم من الدور البارز والمتميز للعديد من التجارب البحثية والنقدية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها. ولا يفوتني هنا التنويه بالمساهمات والإضاءات الثمينة للأساتذة الأجلاء الذين تدخلوا في الجزء الأول من هذه الندوة، والتي مكنتنا من مفاتيح أساسية لتبين تمثلات الإشكالية المطروحة في علاقة بمجال الفنون التشكيلية، والتي سنجد بالتأكيد صدًا لها في المداخلات التالية التي تهتم بتفكيكها، تفكيك هذه الإشكالية انطلاقًا من مجالي الفنون الدرامية والموسيقى. ونأمل أن يقع تخصيص ندوات أخرى مستقبلًا لمواصلة التفكير والبحث في نفس هذا الموضوع، يكون محورها بقية الاختصاصات الفنية التي لم يتسع المجال في هذه الندوة للتطرق إليها. سعداء جداً بحضور ثلاثة متدخلين في هذه الحصة، وهم تباعاً دكتور محمد الهادي الفرحاني الذي يخصص مداخلته لموضوع الخطاب المسرحي في تونس بين التباس المصطلح واستلعاب المنجز. دكتور فاخر حكيمة في مداخلة حول الفعل الموسيقي بين جدلية الفكر والتفكير، والدكتور وائل صمود الذي يتناول موضوع لو ميوزيكال انتر اوبجي تكست اي براتيك سينيفيونت. إذا المداخلة الأولى على الدكتور محمد الهادي الفرحاني. أستاذ محمد الهادي الفرحاني هو أستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، مهتم بالدراسات والبحوث المسرحية بمعالجة هرمينوطيقية وتفكيكية، متحصل على شهادة ختم الدراسات المسرحية من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، وشهادة الدراسات المعمقة وشهادة الدكتوراه من معهد الفنون الجميلة بتونس، وله العديد من المساهمات الإبداعية في مجال المسرح، من بينها مسرحية درب التبانة نص وإخراج بالفرقة القارة بالقيروان،
مسرحية ابن رشد نص وإخراج، مسرح عين بالقيروان، مسرحية باب العرش عن رواية ليلة القدر لطاهر بن جلون، مسرح عين بالقيروان، وعديد المسرحيات الموجهة للأطفال، كما للأستاذ محمد هادي الفرحاني مجموعة من البحوث والدراسات المنشورة، من بينها سينوغرافية العرض المسرحي سكن لجسد الممثل أم سفر، هل العرض المسرحي رجع لصدى النص، الفعل المسرحي في تونس من المبني للمغيوب إلى المبني للمجهول، والمشاهد كمؤول بين التساكن مع العرض والتسافر مع الحضرنة. هذا بالإضافة إلى المساهمة في عديد الندوات في تونس وخارجها، مثل مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة ومهرجان المسرح الطلابي بالدار البيضاء. كلمة دكتور محمد هادي الفرحاني، تفضل. شكرا أستاذ معز، وليفوتني أن أشكر القائمين على هذا الملتقى وعلى هذه الفرصة الثمينة التي أتيحت لنا من أجل أن نستفيد من مداخلات باحثين في مجال الفنون بصفة عامة، وقد استفدت أي استفادة اليوم من خلال المداخلات المتعلقة أو التي تتعلق وتتحرك في الحقل الدلالي للفنون التشكيلي. وبالنسبة لي في هذا الملتقى الذي يتعلق بالعلاقة بين الخطاب والممارسة في الفنون، في الحقيقة ارتبكت في البداية وبحثت عن موطن أعتب به منه إلى هذا الموضوع، وكان الاختيار باعتبار اهتمامي بالفعل والخطاب المسرحي بصفة عامة أن أعنون مداخلتي بالخطاب المسرحي في تونس بين التباس المصطلح واستلعاب المنجز. وهذه المداخلة هي تندرج في إطار اهتماماتي فيما يتعلق بعلاقة الخطاب المسرحي أساساً في تونس، وبعلاقته أي بالمتقبل بصفة عامة. وربما لاحظت أن بعد سنوات عديدة منذ الاستقلال على الأقل أو فيما قبله في تاريخ مصر، ولكن على الأقل لنأخذ والأمباكت أي تأثير هذا الفن في المتقبل بصفة عامة وما شاهدناه في بعد 2011، قلت أين تأثير هذا الفعل المسرحي؟ أو هل هناك إشكالية ما في هذه العملية التواصلية؟ وكان سؤالي هل أن الخطاب المسرحي في تونس هو خطاب تنظيم الفوضى أم خطاب لخلخلة المنتظم؟ ستأتي الإجابة هنا. أيضا رأيت أن من خلال المعلقات الإشهارية والعمل المسرحية تجد أن كل الأعمال رغم انتمائها إلى مدارس مختلفة وإلى توجهات فكرية وجمالية متغيرة، نجد كلمة العرض تتعاود في كل الأعمال، كلمة الإخراج، كلمة الممثل. هل أن هذه المصطلحات تصلح لهذه كل هذه الأعمال رغم اختلافها ومرجعيتها الفكرية؟ هذا السؤال. إذن ما علاقتنا بالمصطلح ونحن في فن وافد علينا وعديد المصطلحات وقعت ترجمتها إلى العربية أيضا؟ وهل الترجمة راعت كل ذلك الموروث الثقافي والفلسفي والديني الثاوي في ثني تلك المصطلحات في مرجعيتها للغة الأولى المصدر؟ وهل نحن في ترجمتنا راعينا البعد الفكري والثقافي لنا كمتفاعلين مع هذا الفن؟ هذه تقريبا أسئلة ستجدون إجابات مبثوثة فيها. لذلك أدعوكم أن تعتبوا معي في هذه المداخلة، والتي أبدأ بما أسميته تعتيب.
أن نعتب من حيوزات أو إليها يستدعي منا تيقظا ذهنيا وانشغالا جسديا، والعتبة هي العقبة التي تعيق حركة الجسد المعتب وتيقظ فيه الذهن والحواس. وتأتي الإشارة في اللسان العربي إلى أن العتبان هو الذي به عرج يجعله يتخير موضع قدميه وينشغل بمشيته، واستعاريا نشير إلى كون تعتيبنا إلى موضوع هذا الملتقى تطلب منا انهماما بثنائية الخطاب والممارسة الفنية. والثنائيات في الفكر الإنساني إما أجسادا موهومة تسبح في الرمال وتتمثل أنها تبتل، وإما أجسادا عتبانة ومخلولة أو هي مسكونة بالإعواق على حد تعبير هايدغر. وبتعبير آخر، فإن ثنائية الخطاب كإبستيمي والأثار الفنية كأجساد وموتون كور كوربيس ظلت محكومة بالمساكنة والارتهان أو المفارقة والتوتر. ويشي تاريخ الفنون أن ثنائية المطابقة والاختلاف فعلت فعلها في سيرورة تشكل الأثر الفني فكريا وجماليا، فهي إما مرتهنة إلى رؤى واثقة من محتواها ومنسجنة في بنية الفكر الميتافيزيقي الموسوم بالسعي إلى فك الارتباط بين الثنائيات وجعلها ذات منحى تقابلي، حيث حضور الواحدة يعد نفيا للثانية، وذلك كارتهان لمبدأ الهوية يساوي وعدم التناقض إما أو لا والثالث المرفوع لا يمكن أن تكون ولا في آن معا. وسوف نبين بعد حين أن الثالث المرفوع سوف يصبح عماد الأعمال الفنية المستلعبة التي تتنزل الحقل الدليلي لفكر الاختلاف، حيث اختلاف الموعد مع الهوية الثابتة والانعتاق من كل التحديدات الصارمة والأقانيم الثابتة، وكذلك مقاومة الاطمئنان إلى الأفكار الوثوقية والنافية لكل اختلاف ورد كل مختلف إلى مؤتلف. وربما مداخلتنا هذه تنطرح كسعي منا إلى التشوف نحو مقاربة علها تساعدنا على بلورة تمشن يهدف إلى خلخلة الطروحات التي هيمنت على الحقل الدلالي للخطاب المسرحي في تونس، خاصة تلك التي ارتهنت إلى الأقانيم الثابتة والتي تعلي من قيمة المدلول على حساب الدال أو المعقول على حساب المحسوس أو الروح على حساب الجسد، وبالتالي الخطاب المنطوق على حساب المشهدية المسرحية. ولعل مساءلتنا للخطاب المسرحي في تونس من خلال استشكال ثنائية التباس المصطلح واستلعاب المنجز، ونحن لا نرم الإجابة بنعم أو لا، لأن ذلك يحشر هذه الإجابة في فكر الانغلاق والوثوقية الموهومة، بل هي إجابة تطمح أن تتنزل في الحقل الدلالي لفكر ما بعد الحداثة، حيث تتمازج الأنوار بالظلال ويمتزج الحضور بالغياب وتصبح النعم واللا متلازمتين في الآن معا، مما يجعلنا نتساءل عن الخطاب المسرحي في تونس، هل هو خطاب لتنظيم الفوضى أم خطاب لخلخلة المنتظم؟ الخطاب المسرحي في تونس بين تنظيم الفوضى وخلخلة المنتظم. إن مساءلتنا للخطاب المسرحي في تونس لابد أن تسعى إلى الكشف عن الأبنية اللاواعية واللا مفكر فيها في الثقافة المتقبلة لهذا الخطاب المسرحي، واستنادا إلى ما يذهب إليه ميشيل فوكو، لابد من ترصد الإبستيمي الذي يتحكم في التحولات التي عرفها الخطاب المسرحي في تونس. وهذا التحول الإبستيمي لا يجب أن ينظر إليه كتحول تاريخي كرونولوجي، وإنما هو تحول فيه نتوءات وخواءات مرتبطة بمدى تطور الوعي الثقافي بالخطاب المسرحي. حسب رأينا الخاص، فإن الخطاب المسرحي في تونس كانت تتنازعه رؤيتان،
واحد تتبنى توجها يقول بخطاب يسعى إلى تنظيم الفوضى وأخرى تراهن على خلخلة المنتظم. فما المقصود بذلك؟ إن الخطاب المسرحي الذي يتقدم كتنظيم الفوضى هو الخطاب الذي يعتبر الفعل المسرحي مرآة تعكس ما يعتري الحياة من تشوهات، فيأتي الخطاب المسرحي لترتيب الفوضى وتقديم النموذج الذي ينظر إليه على أنه المثال. إن هذه الرؤى التي نذكرها بإيجاز هي التي تنسجن في تمثلات تقول بوجود أفكار ما قبلية تمثل الحقيقة المطلقة، وما دون ذلك يعد أعراضاً وزوائد وشوائب لابد من إزالتها. ودور الفن هو الكشف عن تلك الانحرافات التي تتسلل إلى المثال أو النموذج. وعندما نتشوف إلى مساءلة تنظيم الفوضى عبر الخطاب المسرحي، يمكن أن نستعير ما يسميه هايدغر بالانغماس في الهم اليومي والقيل والقال، باعتبارهما الوسطية التي تهيكل علاقة الإنسان بالجماعة، أي الانغلاق في الراهينية باعتبارها مقام الوجود في كل مرة، أي الانخراط في الوجود العمومي الذي يجعل الفرد يذوب في الهم الجماعة. لكن عندما نتثبت في الهم نجدها اللا أحد، وعندما يتبنى الخطاب المسرحي هذا الهم الجماعي الذي هو لا أحد، يصبح الخطاب الفني كتنظيم للفوضى هو مجرد قناع يلبسه الفنان للحديث عن نفسه، متوهما أنه يمثل الهم العمومي الذي هو في النهاية لا أحد. غير أن شقا آخر من خطاب المسرح في تونس تبنى مشروعا فكريا وجماليا ديدنه خلخلة المنتظم، وهو خطاب مسرحي ينهل من فكر ما بعد الحداثة ويتقدم كفعل تفكيك وخلخلة للسائد ومهاجمة السند ووضع نهاية لاستقراره. إنه خروج من ربقة التنميتات المنغلقة، ولنقل إنه خطاب يتخلق المنجز المسرحي المستلعب ويشاكس المصطلح ويخلخل التباسه حتى يخرجه من صفته كاستعارة متخثرة أو ميتة. فما هي أوجه التوتر بين ثنائية التباس المصطلح واستلعاب المنجز في الخطاب المسرحي في تونس؟ التباس المصطلح واستلعاب المنجز في الخطاب المسرحي. إن المصطلح تيرم هو الذي يجعل المفهوم كونسبت يتمظهر وينجز تحققه المادي واللغوي. فالمصطلح يثبت المفهوم ويسميه وينقله من وجوده الذهني والتصوري والتجريدي والكلي إلى التعين الجزئي المدرك حسيا وماديا، ويمنحه بعده التداولي. إن المصطلح ينحت ويخترع اللفظ ويسمي، بل يقوم بتفضية المفهوم في الواقع التجريبي. لكن المصطلح هو الآخر تتنازعه ثنائية يحكمها التوتر بين الاستحواذ والالتباس. فالاستحواذ هو التثبيت والأقنمة الموسومة بالامتلاء والتطابق بين الدال والمدلول، قد يصل إلى أن يصير استعارة متخثرة كما يسمه نيتشه، أو استعارة ميتة على حد تعبير بول ريكار. ويمكن أن نقول أن المصطلح الموسوم بالاستحواذ هو المنتج للخطاب المسرحي الذي وسمناه بتنظيم الفوضى. أما الالتباس في المصطلح فهو يتجاوز الدلالة السلبية بما فيها الحيرة والغموض وعدم الوضوح إلى حد الانهمام، ويصبح الالتباس مدعاة إلى الانشغال والتوتر المولد للانفتاح ومجاوزة الحدود ومعارضة الثبات، بل يصبح خروجا عن الطور من أجل تصيد المعاني الساهية عن ذاتها، أو هو مراوغة المدلول، أو هو مراوغة الدوالي لمدلولاتها الثابتة. هكذا يصبح التباس المصطلح تحفيزا من أجل تشكل المنجز المسرح المستلعب. وإذ نستعمل لفظ الاستلعاب استعاريا، فلأنه ورد في لسان العرب يفيد أن ينبت في النخلة شيء من البسر بعد الصرام،
قال أبو سعيد: استلعبت النخلة إذا طلعت وفيها بقية من حملها الأول. إن الثمر الذي ينبت في غير ميعاده بعد جني الثمار الموسمية يعتبر استلعابا، مثله مثل الحمل الكاذب أو العذراء الأسطورية التي كلما فقدت بكارتها عادت عذراء من جديد، ويتشتت المني دون أن يصير جنينا، تماما مثل الأثر الفني المستلعب والذي لا يكتمل ولا ينعطى أبدا. إنه اكتمال منشود يظل يحضر موشحا بالغياب. تلك هي استعارة الاستلعاب التي تجعل المنجز المسرحي حاملا للأمداء الفارغة كغواية للقراءة والتأويل، مثله مثل تلك الصورة لرسام صيني فيها بحيرة تتوسد جبلا وما بينهما غيمة مستلعبة، قد تمطر فتتحول البحيرة جبلا من الماء، وقد يذوب الجبل فيصير بحيرة، وقد تظل الغمامة في استلعابها وتظل الدلالة عصية عن الإمساك. لقد تخيرنا في مداخلتنا هذه الاشتغال على بعض المصطلحات التي نراها ملتبسة حتى أنها ظلت غمائمية الدلالة في المدونة البحثية والنقدية التونسية، وقد تكون ساهمت في ذبذبة الخطاب المسرحي ما بين تنظيم الفوضى وخلخلة المنتظم. في مصطلحي الإخراج والكتابة الركحية، جدلية البيان والانفساح، لقد تم ترجمة مصطلح ميزانسين إلى الإخراج في اللغة العربية، لكن هل هناك وعي بالمؤثرات الفكرية والجمالية الثاوية في الثنية الدلالية للمصطلح الوافد من اللغة الفرنسية؟ وهل هناك وعي بالمرجعيات الثقافية التي أنتجت مصطلح الإخراج؟ نورد في هذه المداخلة بإيجاز ما قمنا به من ترصد للمؤثرات الفيلولوجية والتيولوجية والفلسفية التي نعتقد أنها ساهمت في نحت هذين المصطلحين ميزانسين وإخراج، ومدى تأثير ذلك على تشكل المنجز المسرحي فكريا وجماليا. لقد ارتهن مصطلح ميزانسين إلى التحولات التي عرفتها الثقافة الغربية بجميع روافدها، حيث ظهور الحداثة والتحول من سؤال الماهية إلى سؤال المن والكيف والأين، وما صاحب ذلك من توجه نحو أنسنة الفكر البشري وموقعية الفرد في العالم تفضية وتزمينا. لذلك جاءت دلالة مصطلح ميزانسين تحيل على ما يوضع هنا أمامي فيصبح ماثلا للعيان، وهو ما تشير إليه لفظ الألمانية درستولونج، مثل ما يشير إلى ذلك جاك داريدا في كتابه علم الكتابة دولا جراماتولوجي. وبتتبعنا لدلالة لفظة وضع بوزي نجدها عند هايدغير تخضع إلى تأويل طريف منه عندما يقرنها بكلمة قال دير من خلال قراءته لبعض المقاطع من نشيد بارمينيدس، حيث يوجد في الجذع اليوناني القديم تساقب بين كلمة وضع بوزي وقال دير، إذ تعني الأولى ما يوضع هنا أمامي فيصبح ماثلا عن طريق القول باعتباره لوغوس، سواء كان نورا أو عقلا أو كلاما، وهو ما يحيلنا على كلمة الفينومينولوجيا المتكونة من فينومينون ولوغوس، أي ما يظهر عن طريق العلم أو العقل أو النور أو القول. ونتصيد هذا التأويل الهايدوغاري لنحاول الإمساك بالدلالة الثاوية في ثنية مصطلح ميزانسين، والتي أثرت على الفعل المسرح الغربي في ردهات من تاريخه، حيث جاء العرض المسرحي تهيمن عليه ما سمي بميتافيزيق العلامة، أي أفضلية المدلول عن الدال وبالتالي المنطوق عن تعبيرات الجسد وبقية مفردات الركح. ولعل خير دليل على ذلك الثورات الفكرية والجمالية التي عرفها المسرح الغربي وصولا إلى مسرح ما بعد الدراما، أين تم التحول نحو اعتماد مصطلح الكتابة الركحية لكريتير سينيك بكل ما تحمله كلمة كتابة من دلالة الانفساح، بما هي تسطير ووشم
وأثر، حيث يصبح التركيز على كيفية تشكل الدوالي التي تأتي مراوغة لمداليرها، أين يمتجز الحضور بالغياب والنطوء بالخواء والأنوار بالظلال. ولعل الكتابة الركحية هي بمثابة الفارماكون الذي نستعمله استعاريا بما هو الداء والدواء أو السم والترياق، فيصبح الفعل المسرحي المنجز مستلعبا يخلخل الأقانيم الثابتة والمتكلسة ويزعزع سلطة الكاتب المسرحي، بل تصبح الكتابة الركحية تسطيرا وانتشارا وتشتيتا لمركزية العقل والذات، بل انفلاتا من سلطة الأب، بل قتله اضطلاعا باليتم من أجل تصيد كل المعاني الشاردة والتي تاه عنها اللوغوس كمركزية حضور ممتلئ. ولعل مصطلح الكتابة الركحية نظر إليه بارتياب في مدونة الخطاب المسرحي التونسي، إلا بعض الاستثناءات التي نجدها عند توفيق جبالي عندما يدون على معلقات مسرحيته مسرحية مثلا مسرحية عطيل لتوفيق جبالي عوض إخراج توفيق جبالي. ونعتقد أنه اختيار واع منه، فما هي الإرهاصات الفكرية والجمالية التي هيمنت على مصطلح الإخراج في الخطاب المسرحي التونسي في دلالة الإخراج وتساوقها مع ثقافة البيان؟ نعتقد أن ترجمة مصطلح ميزونسان إلى العربية بالإخراج لم تكن منفلتة من التأثيرات الثقافية والحضارية الثاوية في ثنية اللغة العربية، حيث يحيل فعل الإخراج إلى معاني الإبراز والإظهار والإتيان للوضوح والامتلاء، وكلها معاني مترصبة في أمشاج ثقافة البيان التي تهيمن على الفكر الجمعي المرتبط بالعلاقة الفوقية لمصدر المعرفة والمعاني الثابتة والجاهزة ما قبليا والمتأتية مما ساد من فكر تيولوجي مقدس يرجع كل معرفة إلى الله أو العقل المتعالي، والذي لا يحضر إلا بالغياب عن طريق سلطة البيان، بما هي الهيمنة على وسائط الإبلاغ والنقل والإخبار، مما جعل الجاحظ يقول في كتاب الحيوان: بل إن المعاني التي يكشف عنها المبين تؤول إلى مدلول أسمى متعال ثابت هو مدلول كل دال، ونقصد به الله وحكمته. إن هذه المعاني للبيان وغيرها كثير نجدها ثاوية في ثني دلالة مصطلح الإخراج. ونعتقد أن هذا التساقط بين مفهوم الإخراج ومفهوم البيان كان له عميق الأثر على الفعل المسرحي المنجز في خطابنا المسرحي، إذ انسجن هذا المنجز المسرحي خلال فترة من تاريخه في بوتقة استحضار معاني النص المكتوب وإخراجها عبر هيمنة الخطاب الملفوظ بطريقة البيان، وكل ذلك يتنزل في ثقافة تقول بأفضلية الروح عن الجسد والمعقول عن المحسوس، وبالتالي أفضلية الخطاب المنطوق عن المشهدية المسرحية. هكذا حاولنا بطريقة موجزة أن نترصد مواطن التباس المصطلح في المدونة المسرحية التونسية، فهل سنظل نعتمد المصطلحات مثل الإخراج والعرض والممثل مهما اختلفت المرجعات الفكرية والجمالية للمنجز المسرحي؟ وشكرا. شكرا جزيلا أستاذ محمد هادي فرحاني على هذه المداخلة القيمة التي خاضت بنا في إشكاليات عديدة فيما يتعلق بالخطاب المسرحي والممارسة المسرحية. وحقيقة هنالك العديد من المفاهيم والمسائل التي يمكن أن نناقشها فيما بعد في المداخلات في آخر هذه الجلسة. أمر الآن إلى المداخلة الثانية للأستاذ فاخر حكيمة تحت عنوان الفعل الموسيقي بين جدلية الفكر والتفكير. أستاذ فاخر حكيمة وموسيقي وباحث جامعي يدرس بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، ويشغل خطة مدير لهذا المعهد، متحصل على دبلوم الموسيقى العربية وعلى الأستاذية في الموسيقى والعلوم الموسيقية وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون باريس 4 في اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية.
للأستاذ فاخر حكيمة عديد المداخلات والمقالات العلمية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية في علاقة بإشكالية التثقف والمزج الموسيقي، وكذلك بمواضيع تهم واقع وآفاق التعليم الموسيقي ومنشورة ضمن مقبل بحوث في الثقافة والتكنولوجيات الحديثة، وكذلك ضمن منشورات مركز الموسيقى العربية المتوسطية. للدكتور فاخر حكيمة أيضا تجارب موسيقية متعددة، من أبرزها مشروع ساكسوفانز، والذي يعتبر من أولى المجموعات الموسيقية في اختصاص البند العربي، والذي اختص في إعادة توزيع وأداء رصيد موسيقي غنائي تقليدي تونسي بمجموعة الآلات الهوائية. تقلد الأستاذ فاخر حكيمة عديد المناصب الإدارية، منها إدارة الدراسات والتربصات بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، وكذلك إدارة قسم التكوين الموسيقي بنفس هذا المعهد، ثم إدارة الموسيقى بوزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات الثقافية والفنية، كما شغل خطة منسق عام لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها لسنة 2019. مسيرة حافلة دكتور فاخر حكيمة، شكرا على المشاركة وتفضل. شكرا سيد الرئيس، وشكرا لكل الزملاء الحضور، إن كان حضور فعلي أو عبر وسائل الاتصال. الحقيقة أردت أن أبدأ وأحاول أن أربط بين ما تم تقديمه من طرح لعلاقة الخطاب والممارسة في اختصاصات فنية مع اختصاص الموسيقى، وبعد الاستماع إلى الزملاء في الاختصاصات الأخرى لاحظت أن جدلية هذه العلاقة تختلف من اختصاص فني إلى آخر. لذلك أنا سأقترح عليكم طرحا مغايرا لمفهوم أو لجدلية العلاقة بين الخطاب الموسيقي وواقع ومشهد الممارسة. الحقيقة ما استرعى انتباهي أو ما كان منطلقا لهذا الطرح هو ثلاث نماذج من في شكل القصيد في قالب القصيد. أولها قصيد سلو قلبي من نظم لأحمد شوقي وتلحين رياض الصنباتي وداء أم كلثوم سنة 1946، والثاني قصيد من نظم نزار القباني ألحان وأداء كاظم الساهر لأغنية زيديني عشقا، والقصيد الثالث يعود إلى سنة 2006 من كلمات وألحان وأداء مروان الخوري، وهو بعنوان قصيدة كل القصائد. ولا الحقيقة هذه المراوحة الزمنية في تناول لشكل القصيد بين سنة 1945 إلى 2006 استدعى طرحا لكيفية التعامل مع مقومات لغة القصيد وتطورها عبر مراحل تاريخية في خضم اللغة المقامية للموسيقى. ولذلك أعددت هذه المداخلة بعنوان الفعل الموسيقي بين جدلية الفكر والتفكير، أو بالأحرى الفعل الموسيقي بين ثوابت الفكر وحركية التفكير. عناصر هذه المداخلة بطبيعة الحال ضمنتها فصلين أساسيين. فصل أول هو عبارة عن قراءة تاريخية اصطلاحية ومفاهيمية لمفهوم الفكر الموسيقي وعلاقته بالممارسة، ضمناه بدوره عنصرين أساسيين. عنصر أول نخصصه لدراسة مفهومي الفكر والتفكير، ونشرح ضمنه خيارات اصطلاحية نهدف من خلالها إلى التأكيد على أن الفعل الموسيقي كفعل اجتماعي بالأساس تتجاذبه ثنائية الثبات والتحول.
العنصر الثاني كذلك نشرح فيه تاريخية الارتباط من جهة بين مرجعيات الخطاب الموسيقي ومقومات لغته وبين واقع الممارسة بالمشهد الموسيقي من جهة أخرى. أما الفصل الثاني من هذه المداخلة سيكون قسم في شكل قسم تحليلي عملي تطبيقي بالأساس يهدف إلى التثبت من مدى تطابق الخصوصيات الموسيقية للإنتاجات العربية الراهنة ومرجعيات الخطاب الموسيقي المقامي ومقومات لغته وخصوصيات أسلوبه التلحيني والأدائي. ويحتوي بدوره هذا الفصل على عنصرين، عنصر أول خصصناه لخلاصة تأليفه لأهم مرجعيات الخطاب الموسيقي المقامي ومقومات لغته وأسلوب أدائه لاعتمادها لاحقا كمرجعية لدراستنا التحليلية المقارنة. أما العنصر الثاني فهو عبارة عن دراسة موسيقية تحليلية مقارنة نسبة لخمس عناصر أساسية نعتبرها من أهم مقومات اللغة المقامية، وهي القوالب الموسيقية ودورها في تحديد المسارات اللحنية ومدتها الزمنية، الارتجال والأداء الهوموفوني والمرتبط أساساً بالعرض الحي وبعمق المحتوى العاطفي للفعل الموسيقي، والبنية اللحنية بما تتضمنه من حركية الدرجات المكونة للأجناس والعقود، ودرجة الارتكاز كمعطى أساسي في تحديد هوية المقام، وأخيراً الآلات الموسيقية المعتمدة في التلحين والتنفيذ والأداء ودورها في توجيه وتحديد الخصوصيات اللحنية للعمل الموسيقي. بالنسبة للمقدمة انطلقنا فيها من اعتبار أن جدلية الأصالة والحداثة هي ثنائية ترافق الفعل الإنساني الثقافي منذ عصور بعيدة. هذه الجدلية كانت نتيجة لخوفه المتواصل على هويته وثقافته من هيمنة وغزو الآخر. ولقد كان الفعل الموسيقي من أكثر الفنون تجسيدا لهذه الثنائيات، فمجرد القراءات التاريخية لمختلف مراحل تطور المدارس الأسلوبية تؤكد هذا الصراع الأزلي بين محافظين من جهة ومجددين من جهة أخرى يعتبرون بدورهم لاحقا سابقين لعصرهم. ولكن جدلية هذه الثنائية خلال مطلع القرن الواحد والعشرين يعتبرها الباحثون المختصون في العلوم الموسيقية هي الأكثر تعقيدا واستثناء، وذلك لما تشهده الخصوصيات الثقافية للمجتمع العربي الراهن من تغيرات عميقة جاءت كنتيجة لانصهار فجئي لهذا المجتمع ضمن منظومة إنتاج وترويج لأعمال فنية مقولبة، كذلك لأن الفعل الفني والموسيقي أصبح إنتاجا استهلاكيا يصعب تصنيفه كتواصل للمدارس الأسلوبية للأجيال السابقة، ويعتبره الباحثون المختصون في العلوم الموسيقية في قطيعة شبه كلية مع مقومات وأساسيات الخطاب الموسيقي المقامي. لذلك تهدف هذه المداخلة إلى الوقوف على حيثية الهوة التي منفكت تتسع بين واقع الممارسات الموسيقية وبين المرجعيات اللغوية والمقومات الأسلوبية لنحو هذه الممارسات، كذلك إلى إبراز انعكاسات هذه الهوة على التفكير الموسيقي للجيل الحالي من الموسيقيين العرب وعلى أسلوب تلحينهم من خلال تحليل موسيقي مقارن لنماذج من أعمالهم الرائجة، وأخيرا إلى إمكانية التأسيس لمنطق موسيقي جديد يوجه الإنتاجات الموسيقية العربية الراهنة. كما أشرنا في تقديم دونك الفصل الأول من العنصر الأول من هذا الفصل هو لتأسيس لطرح يجمع بين الفكر والتفكير الموسيقي. فعنوان هذه المداخلة يستدعي شرحا اصطلاحيا مقارنا للفرق بين مفهوم الفكر من جهة والتفكير من جهة أخرى، بما أننا تبنينا هذين المصطلحين الدقيقين، الاعتماد الأول كدليل على الثبات والمرجعية أثناء الفعل الموسيقي، والثاني أي التفكير كدليل على الحركية والتطور والتغير لحظة الفعل الموسيقي ذاتها، ولنا في ذلك مبررات اصطلاحية ومفاهيمية سنشرحها تباعا.
نلفت انتباه الحضور إلى أن استعمال هذين المصطلحين في إطار هذه المداخلة في حد ذاته تحركه خلفية علمية مفادها أن الفعل الموسيقي هو فعل اجتماعي بالأساس، وبالتالي لا يمكن أن يولد ويتواصل ويتجدد إلا في ظل فكر موسيقي يحتويه وتفكير موسيقي ينظم ويمنطق صياغة ألحانه لضمان تقبله والتواصل معه. الضرورة العلمية والمنهجية لهذه المداخلة دفعتنا إلى هذا الطرح الذي استدعى التمييز بين مرحلتين مختلفتين للفعل الموسيقي. مرحلة أولى تخص لحظة الفعل الموسيقي ذاتها بما يميزها حسب رأينا من أعمال العقل ومن تفكير حركي بما يستدعيه من حركات وأدوات وانفعالات وتفاعلات. أما المرحلة الثانية فتكون لاحقة وتهتم بتحليل الخطاب الموسيقي لهذا الفعل وبتحديد مقوماته اللغوية ومرجعياته الحضارية، ثم بتصنيفه ضمن نسق جمالي نسبة لتوجه أسلوبي موسيقي خلال مرحلة زمنية ومكانية محددة. خيار منهجي يفصل بين بعدين أساسيين للفعل الموسيقي. بعد أول نعتبره انعكاس لتيار فكري حضاري وثقافي فني يمكننا من قراءة خصوصيات الفكر الإنساني وتطوره على مدى العصور والحضارات، وهو مصطلح على تسميته بالفكر الموسيقي La pensée musicale. والبعد الثاني هو في علاقة بواقع الممارسة التي يولد فيها هذا الفعل الموسيقي، ليمثل هذا الأخير أحد أشكال التعبير الفنية التي تجسدها مجموعة من الإجراءات العقلية المركبة لأحداث أصوات ولتنسيق حركات عضلية ولتوظيف أدوات وآليات، وهي إجراءات تقوم حسب رأينا على أساس نشاط عقلي إدراكي خاص بالفاعل الموسيقي لحظة قيامه بالممارسة الفنية ذاتها وينتهي حال انتهاء هذا الفعل. فيكون الفاعل الموسيقي في خضم مجموعة هذه الإجراءات بمثابة المفكر أو المخبري الذي يروم إلى تركيب أصوات ومسارات لحنية لم يسبقها إليه أسلافه، ولكن انطلاقا من نحو ومنطق ينسب إليهم، وهو مخزن بذاكرته ويخول الفهم والتفاعل مع ما ينتجه هذا المخبري إن صح التعبير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البعد الإجرائي العملي من الفعل الموسيقي لم نجد له مصطلحا مرادفا ودقيقا في استعمالات العلوم الموسيقية، ويعبر صراحة عما يلازم لحظة الفعل الموسيقي من أعمال للعقل، باعتبار أن هذا الفعل ينسب عند العموم إلى الموهبة والعبقرية والفطرة. ولذلك حاولنا التعمق في جذور وتفرعات مصطلح الفكر، عسى أن نجد مصطلحات تخول فهم التدرج الزمني لهذا الإجراء أو إيجاد مرادفات له. لذلك استندنا إلى عديد المراجع التي تشرح وتفسر مصطلح الفكر. وخلاصة هذه التعريفات كانت تقريبا هي الكيفية التي يدرك بها الإنسان حقائق الأمور التي أعمل فيها عقله، فيكون الفكر عندئذ بمثابة الأداة أو الآلية في عملية التفكير، وما يلحق بها من طاقات وقوى وملكات عقلية ونفسية. فاليوم نتحدث عن فكر سياسي وفكر عقيدي وعن فكر ليبرالي إلى آخره. بذلك يكون حسب هذا الطرح تراكم أفعال التفكير الفردي ذات الصلة بتوجه أو بظاهرة معينة عبارة عن تصور عقلاني جماعي لهذا التوجه أو لهذه الظاهرة، وبالتالي يمثل تراكم أفعال التفكير الفردي صورة الفكر الجماعي لهذا التوجه أو لهذه الظاهرة كما يتخيلها الإنسان في مختلف الأزمنة والأمكنة. من جهة أخرى تبين لنا أن فعل التفكير في حد ذاته يعتبر من أكثر المفاهيم تعقيدا وتركيبا، بما أنه سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية وغير الملموسة
المختصة بالدماغ والتي يقوم بها هذا الجهاز عندما يتعرض لمثير ما يتم استقباله من أحد الحواس أو أكثر. كذلك تأكدنا أن فعل التفكير يفسر نسبة لعديد المقاربات، وهذا لا يعود إلى تعدد العلوم التي تناولت بالدرس هذا الفعل الإنساني الصرف، كل حسب مرجعية مقاربته فحسب، بل وأيضا نظرا لتعقد المراحل التي يمر بها تطور فعل التفكير في حد ذاته نسبة إلى مراحل حياة الإنسان وتغير قدراته الذهنية، وكذلك نسبة إلى متغيرات الإطار الاجتماعي والثقافي والتعليمي الذي يحيط بهذا الفعل ويحدث فيه. وما لفت انتباهنا في جل هذه التعريفات هو ليس اعتبار مفهوم الفكر ترسبات كترسبات وتراكمات لأفعال تفكير عديدة فحسب، بل وأيضا اعتبار الفكر خيار جماعي تجتمع حوله وتكون تفاصيله وجزئياته محاولات تفكير فردية عديدة، بمعنى أن ترسبات التفكير الفردي للإنسان داخل إطاره الاجتماعي الثقافي وعلى امتداد فترات زمنية تولد فكرا جماعيا تأليفيا يتقاسم أساسياته مجتمع ما خلال فترة ما، مع التأكيد على أن هذا الفكر تجتمع حول مقومات خطابه لاحقا عمليات تفكير جديدة تتقاسم نفس المرجعيات ونفس نحو المنطق والأسلوب، وتصبح ترسباتها لاحقا أسس فكر متجدد، وهكذا دواليك. وذا ما حاولنا تجسيد هذا الطرح الاصطلاحي على ما يطلق عليه بالفكر الموسيقي، فنعتبره مرجعية الخطاب الموسيقي وخصوصيات لغته التي تتقاسمها مجموعة ثقافية، وهو أيضا الذي يحدد خصوصيات أفعال تفكيرهم الموسيقي في صيغتها الفردية، بمعنى أن فعل التفكير الموسيقي في صيغته الفردية مرتبط بلحظة ولادة الصوت الموسيقي على إثر إجراءات أعمال للعقل، بالتالي يقوم هذا التفكير دليلا على الحركية والتطور والتغير والتأثر لأحداث أصوات ولتنسيق حركات عضلية ولاستعمال أدوات ولتبادل انفعالات أنية، بمعنى أن الفكر الموسيقي هو أساس وبنيان مجموعة أفعال التفكير هذه بما فيها من ترسبات وتراكمات ليقوم دليلا على ثوابت ومرجعيات الخطاب الموسيقي. وإذا ما سلمنا بإمكانية اعتماد هذين المصطلحين، يمكننا أن نتساءل إذن حول مدى إمكانية اعتبار ما يروج اليوم بالمشهد الموسيقي العربي من إنتاجات موسيقية كنتاج لعمليات تفكير موسيقي نسبة لمنطق مقامي، وكذلك اعتبار ما يروج اليوم انعكاس حقيقي لفكر موسيقي مقامي بما يفرضه هذا الأخير من نحو ومنطق مرجعي لخصوصيات صياغة مساراته اللحنية، بمعنى أن مجموع الإنتاجات الموسيقية العربية الراهنة تعكس حقيقة أم لا أساسيات ومرجعيات الفكر الموسيقي العربي بما يميز مقوماته ولغته من منطق ونحو مقامي، وكذلك انسجاما أو تنافرا بين الفكر الموسيقي العربي في صيغته الجماعية ومجموع الممارسات الموسيقية بالمشهد الحالي باعتبار هذه الممارسات أفعال تفكير في صيغته الفردية. مازال عندي تقريبا أمر مباشرة. دونك العنصر الثاني من هذا القسم الأول خصصته في لقراءة موجزة في سيرورة المدارس الأسلوبية، ولكن لن يسمح لنا الوقت باستعراضها، ولكن أهم النقاط التي خلصت إليها أن القراءة التاريخية لأهم هذه المدارس والمحطات الأسلوبية تعكس تطور لغة الخطاب الموسيقي بطريقة منسجمة بين مفهوم الفكر والتفكير، وتبرز تطور اللغة الموسيقية بين ثنائية الثابت والمتحول. دونك وتصنيف
دونك الموسيقى العربية يعود إلى فترات عديدة ما قبل الإسلام وبعده وصولا إلى الفترة المعاصرة، وكذلك نسبة لمدارس أسلوبية تبدأ من عبد الحمولي ثم محمد عثمان وصولا إلى المسرح الغنائي إلى فترة الثلاثينات وتسمى اليوم فترة الوهابية لجيل السبعينات من القرن العشرين بن حمدي والموجة الأخيرة موجة السبعينات من الملحنين. دونك هذا العرض التاريخي يبين أن التطور الخطاب كان تطورا من الداخل مع الحفاظ على أهم مقومات اللغة المقامية، واعتبرت أنه لم ينل من المقومات الأساسية للغة الموسيقية موضوعا الفعل، بمعنى أن هذه المبادرات التجديدية والتطويرية تم تأسيسها على أسس مرجعية في تواصل مع ما أنتجه الأسلاف، يتم تطويرها من الداخل في خضم نفس النظام الموسيقي دون الخروج عن هذا الأخير أو توطين أدوات أو نحو خارج عن بوتقة أسس خطابه، لأن الأمر يصبح أكثر تعقيدا وتشعبا حسب رأينا إذا تعلق الأمر بتصنيف الإنتاج الموسيقي العربي الراهني وبتبويبه ضمن مدارس أسلوبية متواترة نسبة إلى الأجيال المتعاقبة التي ذكرناها عليها. فنحن نفترض أن تطور أسلوب التلحين والارتجال الخاص بالإنتاج الموسيقي العربي الخاص بالفترة الراهنة وتحديدا الرائجة عبر وسائل الاتصال والتواصل يواجه اليوم مفارقة تضعه محل تجاذب بين الأصالة والحداثة. وحدة هذا التجاذب لم يعرفها المشهد الموسيقي العربي من قبل، وهذا راجع حسب رأينا لتحولات جذرية يعيشها مجتمعنا منذ بداية العقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين، وشملت جميع مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان لها الأثر البالغ في مفهومنا للثقافة والفنون ولمفهوم دورها في المجتمع وفي استراتيجيات التعامل مع هذا الإنتاج، وهي تحولات نتج عنها تغير منطق أسلوب تلحين المؤلفات الموسيقية العربية الراهنة وخاصة منها الرائجة عبر وسائل الاتصال الحديثة. وتجدر الإشارة إلى أن ما يعيشه المجتمع العربي خلال الربع الأول من القرن الواحد والعشرين لا يمكن أن يكون استثناء عربيا، فعدد من الباحثين يعتبرون أن ما يعرفه المشهد الثقافي العالمي برمته واقع غير مسبوق. فعلى سبيل الذكر يعتقد الكاتب الفرنسي جان كلود بولار أنه خلال بداية هذا القرن مع تكاثر الجماليات الموسيقية وتمازجها تتأرجح الموسيقى بين اللغة الجماعية كقوة جذب جماعية ترسخ الانتماء وبين اللغة الفردية كتأكيد على التفرد والتميز، أي بين حرية التعبير ورمزية الانتماء الهوياتي. من جهته يؤسس الباحث في العلوم الموسيقية كزافيه هاتشير في مقاله المقامية مقابل المعاصرة لثنائية جدلية مستحدثة تأتي كنتيجة لثقافة العولمة وتكمن في التجاذب بين المعاصرة والمقامية، مفترضا أن هذه الأخيرة أصبحت تمثل اليوم تقليدا وتراث، في حين أن المعاصرة أصبحت تفرض نفسها كنتيجة لإرادة التحرر من قيود كل ما هو أبدي تحتمه التقاليد، ويؤكد في ذات الوقت أن إرادة التحرر تدفعنا لنكون في ملاحقة دائمة للمعاصر. وعليه نحن نعتقد أن هذا التجاذب بين اللغة الجماعية من جهة وبين اللغة الفردية من جهة أخرى كنتيجة لمشهد ثقافي شمولي معولم انعكست نتائجه بوضوح على المشهد الموسيقي العربي الراهني، وكرس أطروحات تتناول بالدرس الهوة التي من فكت تفصل بين واقع الممارسات الفعل الموسيقي التطبيقي عن مرجعيات خطابه المقامي وعن مقومات لغته الأصلية. لكي أختم أحيل الحضور إلى مؤلف تم إصداره أخيرا بالتعاون مع مركز الموسيقى العربية المتوسطية، عنوانه المؤلفات العربية الراهنة بين المنطق التونالي والمنطق المقامي. دونك تجدون ضمن هذا الكتاب تقريبا عديد من النماذج وعديد من التحاليل الموسيقية التي حاولت
إثبات نزوح أو تغير منطق التعامل ولغة مع لغة الخطاب الموسيقي من المنطق المقامي إلى المنطق التونالي. وشكرا. شكرا جزيلا. مرة أخرى نقف عند أهمية المصطلح في تشكيل مقارباتنا ورؤيتنا لمسألة الخطاب للخطاب للممارسة في الممارسة الفنية، وهنالك تقاطع واضح مع مداخلة متاع أستاذ محمد الهادي الفرحاني. نواصل مع الموسيقى. شكرا جزيلا دكتور فاخر حكيمة على هذه المداخلة القيمة. ونواصل مع الموسيقى أيضا ومداخلة للدكتور وائل صمود موضوعها Alors, le musical entre objet, texte et pratique signifiante. Dr. Wael Samoud est maître assistant à l'Institut supérieur de musique de Tunis, où il occupe actuellement donc, le poste de directeur de département. Dr. Samoud donc, s'intéresse à plusieurs axes de recherche dans la sémiologie musicale et musicaux visuel, l'esthétique musicale et l'analyse et cognition musicale. Ses recherches en cours portent sur l'extension de la sémiotique tripartite aux musiques du maqam, notamment dans celles présentes dans les dispositifs audiovisuels et cinématographiques. On compte plusieurs publications donc, et articles de, dans des articles et des recherches, des publications parmi lesquelles on peut citer la méthode analogique musico-langage dans l'étude de l'expression musicale, enjeux et limites, la pertinence de la notion d'unité dans la logique structurée de l'analyse musicale, les éléments de réflexion pour une sémiologie des musiques du maqam, le cas du taqsim, et une autre étude portant sur l'interaction entre l'historique et le systématique en musicologie, vers une épistémologie d'une musicologie holistique en Tunisie. Je cède la parole à Monsieur Samoud donc pour cette dernière intervention. Merci, Monsieur le Président. Merci mes collègues qui ont présenté des contributions. Je pense qu'elle est fructueuse et elle se croise avec tous dans un cadre, dans un même cadre. C'est le cadre de cette rencontre scientifique qui porte sur les rapports entre la pratique et l'art en général. Alors, je propose aujourd'hui de s'attarder sur un sujet qui me paraît pertinent et aussi d'actualité par rapport à la thématique générale, comme j'ai déjà dit, de cette rencontre autour des rapports donc, entre le discours et la pratique dans les arts. Il s'agit donc d'examiner les rapports qui pourront s'entretenir entre le musical comme objet-texte et je discuterai plus tard, plus loin, cette notion, et en tant que pratique exécutée, interprétée, perçue au sein d'un contexte donné par son auditeur. Le musical, comme objet, comme pratique, comme forme de discours, une forme de discours signifiante, reste intrinsèquement lié à un contexte, à un lieu, à une cause, et à une raison. En approchant l'œuvre musicale à partir de ces éléments contextuels, on comprendra dès lors que celle-ci a une raison et une fonction précise au sein de la communauté d'appartenance, et par-delà même un pouvoir de signification, donc un certain sens qui surgit et qui lui est inhérent. En fait, le fondement de toute compréhension d'un objet de ce monde se rapporte toujours à un contexte qui le détermine et qui s'inscrit forcément autour ou dans un cadre, dans une culture d'appartenance
qui lui donne le sens et la signification. Tout d'abord, il me semble essentiel de s'attarder sur la notion d'objet musical. Une notion couramment évoquée dans nos discours sur la musique et dans nos discours musicologiques, et qui marque aussi sa présence même dans nos conceptions sur l'œuvre musicale. Cette notion que certains accusent souvent de comme artefact théorique ou comme principe méthodologique inutile, ne doit pas être confondue avec la notion de forme ou bien la notion de phrase. Le concept d'objet musical s'oppose justement avec la conception de la musique comme processus, comme événement, comme expression, comme activité. Donc il y a lieu ici de préciser que la notion d'objet désigne d'abord, elle n'a pas une propriété, c'est-à-dire matérielle, tangible, palpable, révélatrice ou évocatrice. Et puis, il n'a pas aussi un potentiel de renvoi ou de signification. Il s'agit de quelque chose dépourvu de représentation, mais qui constitue justement à quoi se dirige notre attention. Le concept d'objet est une entité marquée d'abstraction, mais qui assume une fonction précise. D'ailleurs, c'est à Pierre Schaeffer que revient tout le mérite d'avoir explicité très clairement cette notion dans son traité des objets musicaux, qui a paru en 1966, cette notion assez subtile, marquée de complexité et d'ambiguïté. Il a élaboré un travail de grande portée phénoménologique, entrepris depuis les débuts de la musique entre guillemets électroacoustique ou acousmatique. Donc la notion d'objet sonore ne puisse s'identifier qu'à travers l'œuvre musicale elle-même, dans son état présent, concret, dans son incarnation même, ce qui mène à présumer que cet objet, l'objet musical, se rapporte à une sorte de catégorisation de la musique en des unités temporelles. Il se présente en tant qu'entité simple, primitive, antérieure à tout ce qui pourra s'identifier au cours d'une activité de repérage ou de classement. On pourra affirmer aussi qu'il est le produit d'un geste ou d'une action instrumental ou vocal, et qui paraît porter en lui une trace de l'instrument ou de l'instrumentalité qu'il a engendré. Toutefois, Schaeffer insiste sur le fait que pour pouvoir saisir l'objet musical, il faut impérativement faire un pas en arrière et tenter d'identifier ce qu'il désigne par l'objet sonore. L'objet sonore est antérieur à l'objet musical. Selon lui, l'objet sonore est loin d'être l'instrument qui joue ou l'enregistrement sonore de la musique, mais c'est ce que l'on peut percevoir lorsque l'attention d'écoute est tournée vers le son lui-même. Donc je passe très rapidement pour expliquer que l'objet sonore constitue donc le pôle auquel tend l'intentionnalité de l'écoute réduite. Et là, c'est un autre concept que Schaeffer nous fait renvoyer. Il s'agit d'entités qui se font entendre comme de purs événements sonores, indépendamment de leur statut comme étant un élément d'un processus ou d'un système, ou comme entité porteuse de signification. Comme je l'ai déjà dit, elle est dépourvue de signification. Et même si elle pouvait l'être, c'est uniquement en fonction d'un système de relations. Donc, en tout cas, c'est l'intentionnalité qui permet de rendre compte de l'existence de ce genre d'objet. Passons maintenant à ce que nous pourrons entendre par l'objet musical et à la manière dont on pourrait saisir la dialectique conceptuelle, soit-elle ou phénoménologique, entre l'objet sonore et l'objet musical. Et je pense que c'est essentiel, c'est fondamental de pouvoir saisir cette interrelation et de comprendre les nuances entre les deux notions. Donc, l'objet musical, c'est d'abord une construction ou une structure composée de plusieurs objets dont l'étude se qualifie de supérieure. C'est précisément à partir de ce détail phénoménologique que l'objet musical se distingue de l'objet sonore duquel il est constitué et dont l'étude est désignée par Schaeffer comme inférieure. En poussant encore les analyses, on pourra dire que l'objet musical est un objet convenable dans une structure musicale. Ce sont les termes de Schaeffer.
Sa valeur se définit par le ou les critères que cet objet investit dans l'œuvre pour y remplir une fonction bien précise, bien déterminée, avec ce qui précède ou ce qui suit. Donc, dans ce contexte, il paraît que la question du matériau sonore ou musical est pertinente dans l'opération de la conceptualisation de l'objet musical, puisque ce matériau peut varier d'une culture musicale à une autre et peut conséquemment conduire à favoriser ou à retenir ou à se concentrer sur certains traits aux dépens d'autres, moins pertinentes, Manet. Et d'autres, l'objet musical devient dans ce cas tributaire de ce matériau. Il sera transformé et il sera déterminé en fonction d'un système de référence ou un système de règles ou de conventions. Il y aura forcément un déplacement conceptuel ou par extension ontologique qu'il faut absolument en prendre garde. Cette position nous met devant une question encore plus large, celle relative à ce que nous pourrons qualifier de musique et de non-musique. Il y a le musical, il y a le non-musical, mais notre conception elle est différente par rapport à cette question. D'abord, la musique, c'est une pratique signifiante, constitue une forme d'expression partagée par toutes les cultures et les civilisations du monde. Bien qu'il existe plusieurs désignations de ce qu'on peut concevoir comme musique. Alors, c'est un acquis de toutes les cultures, le concept de musique reste assez relatif et invite à en respecter les articulations et les nuances culturelles. En ce sens qu'il est, dans des contextes culturels donnés, étroitement rattaché à des pratiques connexes selon un découpage propre à chaque culture et qui n'est pas forcément celui de la grande majorité de la conception occidentale de ce qu'on peut concevoir comme musique. Il est donc essentiel de rappeler que dans certaines traditions, le musical n'est pas nécessairement restreint à la seule musique. La danse, le chant rituel, le rythme, le langage, le jeu, le mythe, la religion et plus généralement l'événementiel sont également dans des cultures spécifiques des formes intermédiaires qui s'associent spontanément et tacitement à la notion de musique et constituent parfois l'espace où se concentrent les enjeux de l'identité culturelle. Dans cette perspective, il convient de préciser que la musique est marquée par son hétérogénéité. Et c'est pourquoi elle pourra être appréhendée à partir de plusieurs dimensions, parfois non sans contradiction. Je précise ici que ces contradictions peuvent se présenter, par exemple, dans ce qu'on peut dire, l'intime et le sociétal, l'individuel et le collectif. C'est là où réside cette contradiction. Lors d'une expérience d'écoute musicale, le sujet écoutant opère une certaine prise de position par rapport à ce qu'il écoute, en dépassant l'objet musical en tant que tel. Et je reviens ici encore une fois sur le concept d'objet. Donc ce que nous éprouvons comme jugement à l'égard d'une musique est influencé aussi bien par notre subjectivité inconsciente que par des surdéterminations idéologiques et des conditionnements socioculturels. C'est précisément la raison pour laquelle le sens musical ne peut être traduisible. Dans cette perspective, Jean Düring explique qu'une pensée peut se traduire en plusieurs langues, mais une mélodie traduite en un autre idiome musical devient une autre musique, la musique d'autrui. Dans la lignée de l'approche sémiologique, la musique, au-delà de son état matériel comme objet-texte, est un fait signifiant dont la représentation se répartit entre le poétique, l'immanent et l'esthésique, la production, la réception et l'objet texte. C'est la théorie tripartite de Jean-Jacques Nattier, après Molineau, bien sûr. Je reviens à Jean Molineau, en reprenant l'expression de Marcel Mauss, et là je croise avec les propos de
mon ami et mon collègue Fekr Hakima, la musique est un fait social total, dont la définition varie selon les époques et les cultures, et dont les traits caractéristiques, puisés dans l'ensemble des phénomènes associés au fait musical, se répartissent entre les trois pôles de la signification. Je répète, le poétique, al-enshai, l'esthésique, et entre les deux, il y a le niveau neutre, la trace, la transcription, soi-disant, de la musique sur papier. C'est la culture donc qui intervient ici pour façonner le symbolique surjacent en accordant de la valeur, de la pertinence et de la densité à des traits et des espaces symboliques spécifiques. Aux dépens d'autres, il y a toujours une relation ou bien un rapport très difficile à saisir parce que la signification de la musique n'est pas quelque chose d'arbitraire. Elle dépend de la culture, de l'histoire, de l'individuel, de l'intime, mais aussi d'autres facteurs externes à l'œuvre elle-même. En effet, le culturel culmine au corps même des créations artistiques et contribue tant à restituer sa valeur d'objet de sens et de signification. Il serait donc inutile ou dérisoire d'aller chercher dans le matériau musical même des éléments motivants qui peuvent nous renseigner sur les associations sémantiques du signifié musical, car celles-ci, les signifiés, sont tant bien que mal le produit de codification culturelle et résultent d'habitudes et de conventions, et ce en fonction des individus, comme j'ai déjà dit, des contextes, des cultures, de l'histoire, etc. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le concept de situation ou du contextuel prend tout son sens et son ampleur. Ce concept pourra bien être un maillon décisif qui permette de mieux comprendre avec toutes les précautions nécessaires les connexions entre musique et culture. Donc la dimension textuelle en musique, par le biais de laquelle l'œuvre se déploie sous sa configuration matérielle immanente, n'est pas en réalité réduite à une construction strictement linéaire ou verbale, mais cette dimension s'étend vers la notion même de tissage avec le contextuel, là où d'autres acteurs d'ordre socioculturel, bien sûr, agissent et interviennent. Chez Nattier, la musique n'existant que comme système immanent. Il y a coïncidence terme à terme et bi-univoque entre ses structures et ses fonctions sociales, religieuses et culturelles. L'auteur continue plus loin en avançant qu'il est inutile d'aborder la musique sous l'angle de la tripartition sémiologique de Molineaux, puisqu'il suffit d'en proposer une analyse du niveau neutre pour en rendre compte. L'interprétation artistique. Je passe rapidement pour dire que cette interprétation est une expérience très profonde et instantanée, dont le niveau d'abstraction et de complexité dépend du cadre sans duquel l'œuvre musicale se fait pratiquer et se fait entendre, un domaine où se croisent et s'articulent trois espaces différents. 1. L'espace de la musique elle-même. 2. L'espace externe. Et 3. L'espace de l'intériorité de l'écoutant. L'emboîtement l'un dans l'autre stimule le déclenchement de chaînes d'interprétation imprévues où des processus d'attente entrent pleinement en acte. Du coup, nous dirons avec Michel Humberti que le sens de la musique n'est jamais celui d'une réalité dénotée, mais il est toujours celui de la réalité apportée au vécu ou bien rapportée au vécu de celui qui l'aperçoit. Il est présence irrécusable pour soi dans une chaîne indéfinie d'interprétants. C'est si dans bien d'approches d'analyse musicale, la notation ou bien la transcription constitue pour celle-ci un support nécessaire, ou bien un siège de l'œuvre, il n'est pas toutefois certain qu'elle soit capable d'envisager l'essentiel et le spécifique de la musique, ni encore moins de révéler la vérité musicale, parce qu'on parle toujours de vérité, on la cherche tout le temps, incessamment, où se trouve, où se localise, où réside la vérité.
La cause en est que le signe est musical, au sens où il est une entité abstraite chargée de sens, n'est pas pour autant une invention conventionnelle, arbitraire. Et même s'il semble l'être, il ne sera pas le nom d'une chose, comme les mots, comme le verbe. Mais aussi, et puisqu'il est lié au développement d'une culture dans laquelle il est impliqué, il n'est pas aussi naturel, parce qu'il n'y a pas de musique dans la nature, disait Hans Lick. Elle n'est pas un fait de la nature, elle est pensée, conçue, interprétée et perçue par et pour une société, un groupe, un individu, une collectivité. C'est ça. En réalité, la réduction de la musique en des signes graphiques ne peut que lui faire perdre sa succession, sa complexité physique, son temps empirique et sa durée chronométrique, pour ne préserver qu'une forme de simultanéité en un état figé, statique, rudimentaire. L'écriture musicale, bien qu'elle permette d'instituer de nouveaux rapports à l'acte musical, à l'exercice musical, elle engrave profondément les aspects complexes et implicites de l'interprétation vivante et oublie les manifestations abstraites qui s'en découlent. Ceci explique, voilà, s'explique par le fait que la notation ne renferme en réalité que des critères choisis par celui qui transcrit l'œuvre. Et en vue d'obtenir une trace concrète et palpable. Si la fixation sur papier de la musique, la partition écrite, là où se tient, tout se tient au sein d'un même médium ou d'un même support, apporte l'argument en faveur de l'idée de la musique comme processus et constitue le garant même de sa forme apparente, qu'en est-il alors des musiques à caractère improvisé ou des musiques de tradition orale, celles pratiquées dans des contextes diversifiés? Selon Nattier, le recours à la partition comme l'unique support analytique à qui on devra se référer réduit l'étendue de l'action symbolique de l'œuvre. Il serait alors absurde de chercher, à partir de ce seul support, à conférer un certain statut sémiotique à l'œuvre musicale. Le corps, le mouvement et le rythme, pris aussi bien sur le plan de la production que de la réception, et même des expressions scéniques à caractère rituel, sont parfois des composantes esthétiques et expressives signifiantes, voire constitutives de ces festivités, antérieures même à l'expression musicale dans sa singularité. Ces constituants, disait Aram, Sima Aram, contribuent dans le maintien de la symbolique et la fonction de tout le rituel spectaculaire. C'est la raison pour laquelle ces éléments ne doivent pas être exclus de l'analyse et on ne saurait dans aucun cas négliger leur rôle dans l'expérience musicale dans sa totalité. Contrairement à la tradition européenne savante qui a privilégié à un moment donné et continue à privilégier la transcription écrite, la partition, les musiques des cultures orales traditionnelles sont d'abord œuvres de circonstances et ce sont ces circonstances qui importent et sont au centre de l'activité musicale. Alors rendre compte de ces circonstances dans lesquelles la musique intervient révèle autant d'horizons insoupçonnés pour l'ethnologue. C'est précisément là que réside l'importance des travaux menés sur l'étude des musiques de tradition orale dans l'éclaircissement du sens authentique, et je souligne authentique, des pratiques dans la détermination de la valeur qu'elle occupe dans l'organisation de la société, de la culture, et plus généralement encore, pour la compréhension profonde des systèmes symbolique dont elle constitue un élément essentiel. Dans les cultures musicales qui révèlent de l'oralité, le musicien-interprète se sert d'une structure stockée pour générer des séquences de notes différentes, mais structurellement liées. Dans les différentes occasions, dans un contexte d'alphabétisation, on qualifie cette aptitude d'improvisation. C'est que Sloboda retient. Dans ce même contexte, je ne sais pas que j'ai encore du temps, on ne peut pas donc manquer de citer le Taksim, une des principales formes d'improvisation de la musique arabo-perso-turque, je pense, qui s'étend déjà dans le Proche-Orient jusqu'au Maghreb. Une forme qui se déploie selon de riches styles et fonctionne selon le principe de prévoyance, anticipation, perceptif. Il s'appréhende
en se basant sur des variantes éventuelles et reconnues des modes musicaux improvisés, que ce soit final ou partiel, ou des stéréotypes mélodico-rythmiques préexistants dans la culture musicale en question servent d'indices ou de balises cognitives, je dirais, pour l'auditeur. Alors, entre unité et diversité de la musique, entre l'universel et le spécifique, on est toujours confronté à des problèmes liés à ce que pourra constituer les traits communs du fait musical, dans son sens évoqué par Marcel Mauss, et renvoie parfois à des problèmes qui se posent le plus souvent dans les termes d'une opposition entre l'interne et l'externe en musique. Cette question des traits invariants, ou ce que les musicologues désignent par les universaux, reste étroitement liée au large champ de la culture et de la cognition humaine, et exige encore une fois une ouverture face au concept de classification et de sélection. Donc, pour finir, je vais clôturer, hein, ma communication et j'avance les propos et les considérations suivantes. Face à une musique de tradition orale, on est convié à résoudre un problème majeur qui consiste à choisir quel niveau de réalité doit-on retenir pour l'étude de cette musique. Soit l'objet texte, la transcription, soit les éléments relevant de l'oralité et du contextuel. Toute la question se pose autour de cette corrélation entre, je dirais, entre l'écrit et l'oral, entre le système clos et le circonstanciel, entre autres, entre l'interne et l'externe. Toutefois, il sera possible d'imaginer cette corrélation à partir d'un système fonctionnel où l'écrit et l'oral apparaissent en lien causal, qui s'étend même pour qualifier le rapport entre le musical et le culturel, en partant du constat selon lequel le culturel et le musical se projettent effectivement l'un dans l'autre et que cet état de fait qui caractérise et détermine chaque culture dans son ensemble et ses spécificités, on serait amené à considérer que le lien tire son origine, sa légitimité et son authenticité des systèmes de conventions, de traditions, des consensus tacites et préalables dans la société ou la culture en question. Alors, que le fait de pouvoir déceler cette corrélation entre l'objet texte musical et la musique dans ses dimensions symboliques et contextuelles est une finalité en soi. Le repérage et l'étude des unités structurelles du texte musical, l'analyse immanente, ne semble pas être sans intérêt, dans la mesure où il contribue à l'édification du système fonctionnel et à l'édification de cette corrélation, mais à un moment plutôt préalable à cette tâche ou à cette entreprise. Je finis alors par reprendre les propos de Sima Aram, selon qui culture et structure ne se trouvent pas en opposition, mais en symbiose, ce qui prouve la cohérence du système global. Et c'est en s'appuyant sur cette hypothèse d'Aram que nous parviendrons à déceler, à détecter à partir d'un système combiné et fonctionnel la réalité signifiante du phénomène musical. Merci pour votre attention. شكرا جزيلا على هذه المساهمة القيمة والدقيقة في تشخيصها لهذه العلاقة في ربط ربط بال أي في ربط بالخصوصية الموسيقى الحقيقة تكامل مع المداخلة زاد مع بتاع سي فاخر فمجال كبير للنقاش هو حتى المداخلات كلها فيها ثراء كبير وفيها العديد من المسائل اللي ممكن نرجع نناقشوهم لكن ما نعرفش الوقت محدود جدا باقتضاب إذا كان نجمو أي تفضل سي سمير تريكي عندي سؤال أي سي سمير فعندي أسئلة في شكل طلب توضيح نخص كما أنا متفق بأن الموسيقى هو فعل اجتماعي الحقيقة لا يمكن أن نختلف فيها
ولكن في حال الموضوع أعتقد أن التحديد الزمكاني أو الزماني والمكاني غير واضح. هل نتطرق إلى إشكالية جدلية الفكر والتفكير المطلق، وإلا في سياق تاريخي ثقافي معين؟ لأنه بعض الثنائيات اللي استعملتها أنت، مثلا العلاقة بين التراث والحداثة، هذا ماهيش إشكالية كونية، هذه إشكالية تهم مجتمعات معينة، منها المجتمعات تاعنا. الإشكالية هذه ما يطرحوهاش غير مطروحة، يطرحوا مشكلة الحداثة، ما يشكلوش التراث والحداثة. احنا ديما الإسلام والحداثة، الرشنية والحداثة، المشاكل والحداثة، أن عندنا مشكلة مع الحداثة. بالتالي هذه الإشكالية يجب تحديدها حسب رأيي أنا في سياق معين، ماهيش كونية، ماهيش صالحة لكل زمان ومكان. حتى بالنسبة للزمان هي صالحة، لأن احنا منذ القرن التاسع عشر بالتبداد مع تحركات النهضة اللي صارت حتى فرنسا توا راسيو فيها في جميع الأشكال، بدأت من وقتها من بعثات اللي قامت بها مصر إلى باريس إلى غير ذلك، معناتها ما خرجناش منها الحكاية. دونك وجب التحديد الزماني والمكاني حسب رأيي. ثم هناك كلمة توضيحية عندك أنت وعند سيد فرحان، بونسي ميوزيكال مكتوبة بالصورة السورية. بونسي سي كوا؟ بونسي او ار اسكو سي لو دي او سي لا بونسي لا سي لو بونسي كما اسكو سي لو بونسي والا لا بونسي؟ خاطر ثم اختلاف في المعنى وحتى في طريقه الكتابه. لو كان لو بونسي ميوزيكال هذا يكون صحيح، ميوزيكال ما تكونش بالنص. وكان لا بونسي ما يكونش في الحقيقه، فما هكا ولا هكا. يعني يجب توضيح. فيما يخص سي الفرحاني، وضع او استعمل كلمه بوزي في علاقه ب اعتقد دير الوضع هكا دير في دير قال بوزي دير لو دير انه قال بوزي وضع في قال قابل تتساوق مع الدير مع القول. اي بالعربية شو قلت؟ وضع قال وضع مع قال. ما فهمتهاش. هذه هي المنتج. انا شفتها في علاقة بالكلمة وضع عدم وضع الوضع بالعربية وضع سي لابوز ثم ان موديل ثم ان يعني كلمه متداوله في المجال الربحي مسرحي تشكيلي رقص موجود لا لا فهم لا بوز مش لو بوزي هذا اللي قلت لو بوزي لو بوزي ما فهمتهاش هذا هو لو فيرب بوزي في اللاتينيه من خلال المعنى بوزي يتساوق مع دير لان بوزي معناها ما يظهر ما يجعل الشيء ظاهرا امامي ايوه والظهور يكون عن طريق القول معناها القول باعتباره لغوص اي ما يجعل الكلمه عندما تسمي الاشياء تظهرها وهذا اثر على بنية الفعل المسرحي وتركيز على النص والقول باعتباره إجابة السي فاخر من بعد تفضل. شكرا على الملاحظات. الحقيقة أن في التقديم متاعي أكدت على كوني أعتبر أن
الفعل الموسيقي يمكن الفصل بين في فترتين. الفترة الأولى هي تهم مرحلة الفعل الآني للموسيقي، معناتها كما نقولوا في الفنون التشكيلية الرسام يأخذ ويشرع في الفعل الموسيقي وجلسته في الحركات وفي ما يتبادر بأذهاننا لاستخراج الصوت. وهذا في الترجمة المقابل نتاع لا بونسي ميوزيكال ترجمته ب بونسي اون ميوزيك، صديق افكر في الفعل الموسيقي. ولكن المصطلح المقابل لا بونسي ميوزيكال، الفكر الموسيقي، هو الذي ضمنه تندرج مجموعة افعال التفكير. بمعنى انني تبنيت مصطلح التفكير الموسيقي ليكون مجموع افعال التفكير عندما تجتمع في إطار اجتماعي ثقافي وإطار زمني محدد تمثل مجموع الفكر الموسيقي. هذاك علاش ميز دونك بين لا بونسي ميوزيكال اللي هي الفكر الموسيقي الذي يجتمع حوله مجموعة وفئة اجتماعية لفترة زمنية ما، ومجموعة أفعال التفكير التي تعبر عن الفردية الخاصة بالفنان لحظة فعله، أي أن الموسيقي يفكر لحظة فعله. ما فماش فعل موسيقي اعتباطي أو عشوائي، ولكن وراءه تفكير منظم حسب منطق ومسارات لحنية ممنطقة. ولا باش نجم تفهمني، معناتها إذا كان فماش جرامير اللي نبدأ أقوم بالفعل الموسيقي بناء على منطق يجب أن يتفاعل معه الحضور. ما كانش ما فماش فعل موسيقي، هذاك علاش سميته فعل اجتماعي. نتقاسم أساسيات لغته لكي نتواصل. دونك هذا الفعل أطلقت عليه اسم التفكير الموسيقي الآني لحظة الفعل، وما يأتي بعده من علوم موسيقية تعالج الفكر الموسيقي الذي يحلل ويصنف ويفسر ويشرح خلفيات هذا التفكير لكي يصبح بدوره هذا التفكير متطورا في الزمن. أما بالنسبة لتحديد الفترة، أنا راه في العنوان بيّنت كوني أعالج الفعل الموسيقي الراهن الرائج خلال 25 سنة هذوما بداية القرن 21. لم يسمح لي الوقت كوني في المقدمة راني انطلقت من مؤتمر الموسيقى العربية سنة 1932. كان الهاجس الأساسي كيف نحافظ على الهوية الموسيقية، وهل هذه الهوية متماشية مع الخطاب الممارس والمرجعية مرجعية هذا الفكر. اليوم بعد قرن تقريبا نحن هنا لنعالج ونتطارح نفس الموضوع، كيف نوفق، وهل أو بالأحرى هل أن هذا الفعل الموسيقي الراهن للجيل المعاصر، هذا الجيل الراهن اللي عنده منطق تشاركي في الفعل الموسيقي، معناتها كما هنا ديما نحب نجسد بارابور الفنون التشكيلية وكأن لوحة يتشاركون فيها عديد الموسيقيين. اليوم في الموسيقى ما عادش عندنا الشاعر والملحن والمغني، لا، الفعل الموسيقي أصبح فعلا تشاركيا، أصبح ارتجاليا آنيا. دونك اليوم هل هذا المنطق الذي يوجه الفعل الموسيقي الراهن أو بين قوسين الرائج عبر وسائل الاتصال السمعي يمثل فعلا المرجعيات اللغوية الأساسية للخطاب الموسيقي المقامي؟ هذا هو تقريبا الإشكالية متاع المداخلة الجاية. شكرا شكرا على التوضيح سي فخر. تعقيب أو سؤال سي سمير بالبشة. سيد الرئيس، صراحة استمتعنا بهذه المداخلات في الحصتين. لدي بعض الملاحظات وبعض التساؤلات بخصوص المداخلات الثلاثة حول المسرح اللي قد تطرقتها إلى اتجاهين في المسرح. اتجاه اسميته بتنظيم الفوضى الفوضوي وخلخلة المنتظم، وفي كلتا الحالتين هما توجهان متشابهان ومختلفان في نفس الوقت. هناك توجه آخر ربما تداركته أو
جعلته جانبا في هذه المداخلة، وهو الخطاب المباشر في العمل المسرحي، يعني الفنان أو المسرحي الذي يستقي الأحداث كما هي، يحاول أن يقتبسها كما هي ويحاكيها كما هي ويعيد عرضها للمتلقي الذي يحاول من خلال هذا العرض إشباع غرائز هي معروفة وموجودة، وهو هو السائد الآن والأكثر رواجا. إذن لماذا لم تركز على هذا الجانب؟ وهو كما قلت منذ حين يعني الخطاب الموجه للعامة، من العامة ويرجع إلى العامة. هذا سؤال فيما يخص المداخلة الأولى حول المسرح. قضية الهوية، الهوية واللغة، عاد كما قال سي سمير، يعني الشعوب التي تتحدث عن الهوية هي شعوب مأزومة، ونحن في العالم العربي لدينا هذا الخطاب الماضوي والذي موسوم بالخوف، لأن الهوية هي وراء خوف عن كيان، عن رصيد، عن شيء يخيل لنا أننا نمتلكه وحدنا. يعني لذلك الشعوب العربية منذ قرون وهي تطرح قضية الهوية، ولكن عندما نحاول أن نمسك بالهوية هذه الهوية تذهب من أمامنا. لا أحد منا في يوم من الأيام مسك بهذه الهوية لأنها ليست شيء، هي مفهوم. هنا هي قضية فلسفية أكثر من هي قضية يعني مادية، هذه عنصر من العناصر. كذلك عندما نطرح الهوية والخطاب والمعاصرة والتراث، تطرقت إلى موضوع الموسيقى على أساس أنها لغة من اللغات، وهذا المنطلق. صراحة الكثير من الكتابات اعتبرت أن الموسيقى لغة، وأعود إلى كتابات مولينو أو جون جاك ناتي الذي كتب آلاف الصفحات ومقالات وكتب ليبحث عن سؤال هل أن الموسيقى لغة؟ ولكن بعد 40 سنة أو 45 سنة وصل إلى نتيجة أن الموسيقى صحيح أنها لغة، ولكن ليست لغة بأتم معنى الكلمة. قال ستين معنى لا ميوزيك تان لونغاج مي با لونغاج او فري سونس دو تيرم. Il y a quelque chose qui ne détermine pas cette conception de langage de la musique. Alors, nous savons que la musique, هل يمكن أن نأخذ بهذه البداهة أو البديهية على أن الموسيقى بكل بساطة هي لغة كبقية اللغات العربية والإنجليزية؟ Alors, إحنا نتحدث عن مجال أساسه الصوت لو سونور. أشكرك وائل عن المداخلة، تحدث عن le premier qui a évoqué le sujet de l'objet musique Pierre Schiffer à travers son traité des objets musicaux. C'est un excellent ouvrage de 711 pages, il est énorme. Alors ce passage entre la musique comme objet, en parlant du parce que la musique c'est pas une chose. Si on le considère comme objet, ce n'est pas une chose. Une chose. C'est une sensation sonore. À vrai dire, la définition de la musique à travers pas mal de musicologues, c'est la gestion du son, la gestion du sonore. Ou tout court, c'est le son au mouvement. Alors, le passage du musical au non musical, de l'objet sonore à la musique, comment vous trouvez ce passage? Avec le terme de l'intentionnalité, comme vous l'avez évoqué. Alors, où il y a de l'intention de faire de la musique, voilà, il y a de la musique. Mais s'il n'y avait pas de cette intention de faire de la musique, on parle peut-être de l'objet ou du sonore, tout court. Autre chose, à propos de la vérité. Alors, dans la vie, dans le savoir, il n'y a pas de vérité. Il y a une vérité, c'est vrai, mais c'est une vérité qui reste toujours provisoire et instantané. Merci. شكرا جزيلا سي سمير. تعقيب في دقيقه دقيقه ماذا بينا من okay. بالنسبه لسي سمير، بالنسبه للهويه انا عالجتها من هذا المنطلق، لم يكن من منطق فلسفي ولا بحث في مفهوم الهويه ولا هذه الجدليه بين الاصاله والحداثه او التاصلي والانفتاح، وانما من منطلقي كون
الموسيقى هي لغة ولكن في شكل أصوات منظمة حسب منطق نفهمه. معناتها تركيب الأصوات والموسيقي والفعل الموسيقي عندما يقوم بالفعل الموسيقي يتبع منهجا ومنطقا في صياغة ألحانه وارتجاله وارتجالاته، وهذه الألحان والارتجالات مستوحاة من المخزون المتراكم بذاكرته، أي أن اللغة الموسيقية نحن نستقيها من الفعل الموسيقي وتتراكم وبمرور الزمن تصبح مرجعا لفعلنا الموسيقي الارتجالي والتلحيني. دونك ماهوش بمفهوم اللغة اللي فيها معناتها لا جرامير سوجي فيرب كومبليمون، وانما بمفهوم المخزون الذي من خلاله نتواصل بمنطق محدد حسب مقومات اللغة الموسيقية ولا لغة الخطاب الموسيقي المتداولة دي منقول في إطار الاجتماعي والثقافي المحدد زمانيا ومكانيا. شكرا سوائل، كان فما تعقيب؟ شكرا شكرا سمير على طرح اللي طرحته السؤال اللي سألته. بون لو في ميوزيكال سمير، احنا حكيت على لوبجي تكست اللي هو بون ينجم يكون في مقاربة ناتيه هو لو نيفو ايمانون ولا لو نيفو نوتر لا تراس اللي هو الانترميدير انتر لو بيتيك اي ليستيزيك كما قلت. انا حكيت على لوبجي ميوزيكال بديت بيه وفرقته كما فرقوا سي تشافير وقال لوبجي ميوزيكال راه فما حاجتين فيه لوبجي سونور، خاطر لا ميوزيك ما تنجمش تكون من غير ما يكون فما معناتها دو سون اي كي سيكول دون لو طون. سي لا ديفينيسيون بريميتيف دو لا ميوزيك، سي دو سون اورغانيزي dans le temps et qui est qui m'a dit معناها un slick qui est agréable à l'oreille. Bon, c'est je sais que c'est une musique et l'art de penser avec des sons. Avec des sons. Donc il y a forcément du son là-dedans. Lorsqu'on est devant un phénomène musical, il y a toujours le son. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis attardé sur l'objet sonore d'abord. L'objet sonore nous renvoie à ce que Tchaffer nomme l'écoute réduite. Ou l'écoute réduite, où on détecte l'objet sonore. Mais on ne mentionne pas l'objet musical. Quand on a un objet musical, quand il y a une femme, une femme, un fait musical, un hadath musique, ou une intention. L'intention, mais les deux pôles. L'intention de faire de la musique, c'est-à-dire du niveau poétique, l'enchaï, ou hein, enfin, ce qu'on appelle les conduites de production, ou le fait al hadaya, ils me kun zeda fi muqablo intention d'écouter le fait sonore en tant que musique. Vous voyez, l'articulation entre l'objet musical, l'objet sonore et le fait musical. Ou quand nous avons dit, nous avons dit, le fait musical total, tout un phénomène qui retient la société, la culture, l'histoire et tous les acquis de notre monde. La vérité, on est toujours à la recherche de la vérité, c'est Samir, et on ne peut pas y atteindre de toute façon, mais c'est la tâche et c'est. Et voilà, et merci beaucoup. شكرا سي سمير. شكرا سوال. سي محمد هادي. شكرا. ما قصدته بالخطاب المسرحي الذي هو كتنظيم الفوضى هو الخطاب الذي يندرج في ثقافة عامة تعليمية تلقينية في ثقافة أن السياسي أو المخرج أو الفنان هو الحامل الحقيقي والآخر الذي يعطيه درسا لكي واحد. وهناك معناها نموذج نعيش به
نعتقد أننا نموذج أو نعطيه الآخرين لكي يتبعوا. إذا ما وقعت خلخلت هذا النموذج أو بعد خروج نقدم هذا الفن لكي يعيد تنظيم الفن. بينما مسرح خلخلة المنتظم هو المسرح الذي يطرح نفسه أولا لا يعطي حقائق ثابتة كما كنت تحدثته، وهو الذي ينادي المتقبل لكي يسائل وجوده وأفكاره وثقافته ولا يكتفي بما هو ثابت ويعتقد أنه ثابت وواحد. هذه معناها لا 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 معنى ثنائية. فاعتقادي أنه أنا مش من عارف انطلقت، أنا قلت أنه الفن متاعنا كيما التعليم ما عملش امباكت في المجتمع متاعنا كبير مش غيره، ما فهمت نلقاو فكر معناها يعني الإرهابي ولا الفكر ما عرفش شنو ولا الفكر كذا. منيش نحن ناس قرينا تعليم وفلسفة وفن، وعليش منين هذا؟ لأنه في اعتقادي أنه رسالتنا كانت رسالة تلقينية، نعتقد أن هناك صورة ثابتة حقيقة وتتفضل ويقدم نفسه الأنا المفكرة الديكارتية، الأنا المفكرة هذا الفنان هذا والآخر وعاء أنا مش نعلم، وهي اللي هي تدخل في ميطار قتل الأب عند بارة ومثل النص والقارة هو اللي يعطيه المعنى وللوحة وليلة غير كل معنى في إطار تحولات فكرية وجمالية تندرج فيما سمي ما بعد حدث على الأقل. شكرا جزيلا، موضوع شائك ومتعدد الجوانب، إن شاء الله تكون عندنا فرص أخرى في ندوات قادمة في نفس الموضوع. سمير كما قلت في البداية بقيت الفنون من حقها زاد أن نحصلها بعض الوقت. شكرا. في فرق الخطاب الموسيقي والخطاب الفني بين مختلف الأنماط الفنية بالضبط. شكرا جزيلا لكل المتدخلين وكل حضور، يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو.